ملف اليد ملف القدم، والزمالك عنده بداية مشوار أفريقي وبداية الموسم من أفريقيا. هنلعب بطل تشاد في الكاميرون، فريق غامض. غامض ليه؟ احنا ما شفناهوش فيديوهات كتير، يعني شفناه متهيألي 2019 لما لاعب الترجي، وكان لقاء قلنا ممكن يبقى طفرة، تعادل مع الترجي ذهابا وإيابا، قدر يفوز الترجي 2-1. الزمالك تاريخيا مع أبطال تشاد سكورات كبيرة، نتائج كبيرة جدا. شايف اللقاء الجاي هيكون عامل ازاي تحديدا؟ هيكون في الكاميرون في أجواء مش أفضل حاجة. يعني هو خليني بس انا مندهش من حاجه بسيطه جدا، اللي هو ازاي بطل دوري ويلعب دور التمهيدي، يعني دي حاجه مش منطقيه بالمره يعني. لا مش اي بطل دوري، ده انا الزمالك، تاريخ الزمالك وتاريخ، وانت بقالك فتره انت يعني بتوصل فاينل، بتوصل يعني هي ما فيش غير كبوه السنه اللي فاتت، وطبعا لكل جواد كبوه. ف تراخينا فريرا سأل ده، فبالتاكيد فهو ده سؤال موجه للاتحاد الافريقي، يعني انت بتختار بناء على ايه؟ ما هي معاييرك؟ هل انت معايير ابطال دوري تخليه يلعب دور تمهيدي؟ ده مش منطق يعني، وانت تاريخ انت بتجامل من مين على حسابي؟ ده سؤال غامض جدا من الاتحاد الافريقي، واعتقد ان هم مش هيلاقوا له جواب يعني. صحيح. ولكن احنا خلينا نبتديها خطوه بخطوه. انا شايف ان البدايه، ضربه البدايه مهمه جدا. إلكة تشادي فريق زي ما انت قلت غامض، لكن انت اللي دايما بتقلق منه الفريق اللي هو مش كتاب مفتوح بالنسبه لك، اللي هو الفريق الغامض ده لازم بتعمل له الف حساب، خاصه انك انت ما عندكش داتا كبيره. هو ممكن يكون عامل طفره امام الترجي، تعادل معاه في ملعبه واتغلب 2-1 بره ملعبه، فبالتالي مش مقياس يعني. انت لما تيجي مثلا تلاعب فريق معروف، ترجي، تلاعب النجم الساحلي، تلاعب الرجاء المغربي، دي فرق معروفه بالنسبه لك، فبتقدر تجمع تذاكرها اكتر، فبتعرف تذاكرها قوي وبتعرف نقط الضعف فيهم. يعني فريرا ممكن يشتغل على لقاء الذهاب غير لقاء الاياب. انا شايف ان هو لقاء الذهاب ده هيكون هو مفترق طرق بالنسبه له، يعني انا شايف ان هو يا اما بيكون ليه فكر ان هو عايز يخرج باقل الخسائر، نتيجه تعادل، نتيجه كسبنا يبقى كويس ان شاء الله، وبالتالي هيبقى درس المنافس في مباراة الذهاب، فبالتالي هيعمل له ألف اعتبار في لقاء العودة ويكون الحسم من القاهرة. لكن أنا متفائل جدا بالأداء، اللعيبة والأداء والروح القتالية لعيبة نادي الزمالك. أنا واثق إحساسي بشكل كبير جدا إن إحنا هنحسم التأهل من مباراة الذهاب في الكاميرون.